والتوسط الأمريكي هو إدخال حتى ممثلة الأمين العام، أم إنها خشيت من تهديدات أمريكية؟ الجواب سهل جدا، إنه لو كانت خشيت لما اشترطت. المقاومة الإسلامية أعطت مهلة، هدنة مشروطة، والذي يخاف لا يشترط. واقع الحال انه الامريكان توسطوا خلال الفترة الاخيرة، يعني هم طلبوا وساطة، هم دزوا بلاس خارج قالوا لها روحي للفصائل وطلبي. وسأذكرك باعتبارك الشاهد انه انا في استضافة سابقة في برنامج قلت لك سأعطيك معلومة حصرية، صحيح، انه بلاس خارج التقت بفصائل المقاومة وطلبت منهم هدنة، وقلت هو بعد ما استضافتك بأيام راحت التقت أبو فدك. أنت كنت تقصد هذا اللقاء ولا لا؟ لا، لا، أنا قلت التقت بفصائل المقاومة الإسلامية، وأنت في حينها قلت لي سمي. قلت لك لا، قلت لك هي التقت بالفصيل الأشد إيلاما على الأمريكان، ولحد الآن أنا ما عرفت من هو هذا الفصيل. الأمريكان يعرفوا، وهذا أمر جيد. وانت تتحاور يتحاور الأمريكان يعني. لا، جيد جيد. احنا كل فصائل المقاومة إن شاء الله هي مؤلمة للأمريكان باعتبارهم محتلين. بالنتيجة الطلبات الأمريكية والتوسط الأمريكي الذي جاء أيضا من خلال شخصيات وطنية عراقية تحترمها المقاومة الإسلامية، ولهذا كان القرار بالتوقف عن ردود الدفاعية كانت تقوم بها المقاومة الإسلامية ضد القواعد الأمريكية في العراق. لأن كل ما قامت به الردود الدفاعية. نعم. شنو يعني الردود الدفاعية؟ لأن ما قامت به القوات المقاومة الإسلامية من ضربات هي كلها بعد أن قام الأمريكان بضرب القوات الأمنية العراقية، فهي ردود دفاعية، فبالتالي هي رد. نعم، رد تأديبي ورد دفاعي. زين، ما أعلنه محمد